يلا بينا نبدأ الحلقة نشوف أول وصفاتنا، وهتكون كرات الكفتة على الطريقة السويدية. نقول مقاديرها وبعدين نشوف الطريقة. عندنا نص كيلو من صدور الفراخ مفرومة، طبعا لازم تكوني غسلها كويس، نقعها في خل، مصفيها كويس جدا عشان ميبقاش فيها أي سوائل، وياريت تنشفيها كمان قبل ما تفرميها. بصلة كبيرة مفرومة ناعم، 3 فصوص من الثوم مفرومين، 3 معالق كبار من الباربيكيو صوص أو الكاتشب المتوفر عندك في البيت، 3 معالق كبار بقسماط، 7 بهارات، رشة من السبع بهارات، وملح وفلفل أسود. دي مقادير الكفتة نفسها أو عجينة الكفتة. أما مقادير الصوص هيبقى عبارة عن 2 معالق كبار من الزبدة، 2 كوباية من الكريمة أو 2 كوباية كريمة وكوباية قشطة المتوفر عندك، 2 كوباية قشطة وكوباية لبن، 2 كوباية من الشوربة، عندنا 2 معالق كبار من الدقيق، 1 معلقة كبيرة من البابريكا، وملح وفلفل أسود. دي مقادير الصوص بتاع الكفتة. وهنبدأ بالكفتة ونعجنها الأول. نجيب بولة، زي ما اتفقنا الفراخ بتاعتك أو الصدور بتاعتك منضفاها، نقعها في مية وخل وملح 10 دقايق، وشطفاها ومصفيها كويس جدا جدا، وياريت تنشفيها كده بمناديل المطبخ قبل ما تفرميها علشان ما يبقاش فيه نسبة سوائل كبيرة في الكفتة وتفك مننا. عندنا زي ما قلنا بصلاية مفرومة ناعمة جدا علشان تمتزج كويس مع الكفتة، تمام. وعندنا 3 معالق من الباربيكيو صوص او الكاتشب او الهوت صوص لو انت حباها سبايسي. عندنا الثوم مفروم، وكمان عندنا 3 معالق كبار من البقسماط المطحون، وده هيمسك المكونات مع بعض ويمتص اي سوائل زياده موجوده نازله من الفراخ. اهي الفراخ زي ما انتم شايفين ناشفه خالص ما فيهاش اي سوائل. هنحط عليها البصله، فرمنها ناعم، وكل المكونات بقى، ودي الثوم، البقسماط، وعندنا البهارات السبعة، ونجيب الملح والفلفل، تمام كده. هنعجن بقى كويس جدا، حط الباربيكيو صوص ونعجن. اهم حاجه تعجني كويس علشان كل المكونات تمتزج مع بعض وتتجانس وما تفكش من بعضها ولا تشقق من بعضها. الباربيكيو صوص مديها ريحه حلوه قوي، بيديها كمان طعم حلو جدا. وانتي بتعجني لو حسيتي ان الكفته بتاعتك يعني ملزقه وفكه من بعضها كده، ممكن تزودي كمان معلقه بقسماط عشان يمسكها لك. بس ده بيرجع لايه؟ انك انتي سبتي سوائل في الفراخ او البصله مبشوره. البصل لما بيتبشر بينزل سوائل، فلو هتحطيه مبشور يبقى تعصريه كويس قوي علشان ما يبقاش فيه نسبه سوائل كبيره في الكفته وتلاقيها مش عارفه حتى تتحكمي فيها من كتر ما هي ملزقه. عجننا كويس قوي، ومعانا منى. ازيك يا منى؟ ونبتدي نشكل كرات الكفته. بخير. اهلا وسهلا، ازيك عامله ايه؟ ازي حضرتك؟ شوف فاطمه. الله يخليك، الحمد لله تمام زي الفل. اخبار حضرتك ايه؟ تمام الحمد لله يا حبيبتي، الحمد لله. تسلمي لي. انا عايزه اشكرك على كل حاجه بتعمليها. تسلمي لي، ربنا يخليكي. بشكل الكفته كلها تكون قد بعضها، احط بس الصينيه على النار تسخن وانا بشكل الكفته علشان نخلص نحمر على طول. تمام، شايفين سهله جدا في ايديا، مش ملزقه ولا اي حاجه خالص. عموما الفراخ او كفته الفراخ عامه بيبقى صعب انك انت تتحكمي فيها بسهوله، عشان كده قلت لك لازم تنشفيها قبل ما تفرميها كويس علشان ما يبقاش فيها نسبه سوائل. البصل بتاعك لو انت هتبشريه يبقى تعصريه، اما لو هتقطعيه صغير تفرميه صغير، هو ما بينزلش ميه لما يكون، لو هتقطعيه بالسكينه صغير او في الكبه ما بينزلش ميه. تمام، وزي ما قلنا لو لقيتيها برضو مش متظبطة معاكي حط لها زيادة على مقدار البقسماط، 1 أو 2 معلقة كمان مش هيجرى أي حاجة. أكلة سهلة جدا ولذيذة، تعمليها بسرعة ونتيجتها روعة.
شكلنا خلاص كميه. يلا بينا بقى نحمر الكفته بتاعتنا. بسم الله. ومعنا الحاجه فاطمه، اهلا وسهلا. قلبي ازاي؟ الله يخليكي حبيبتي، اخبارك؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ انت احسن شيف في قناه فود كلها. ربنا يعزك والله، كلهم والله زي الفل والله. بصي مش قادره اقول لك انا 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 بعمل ايه عشان اوصل لك. ربنا يخليكي حبيبه قلبي. والله العظيم ثلاثه، شيك وذوق وادب واخلاق ومبادئ وقيم، وستي عسوله كده ومحترمه، وبتفهمينا ازاي ببساطه، وكل حاجه حلوه فيكي. انا مش عارفه اقول ايه في الكلام الحلو ده. ربنا يخليك قوي يا حاجه فاطمه. ربنا امين يا رب. انا اعتمرت بس لسه ما حجتش، ان شاء الله ربنا يكتبها لنا يا رب. ان شاء الله يا حبيبتي. حبيبتي ربنا يحرمنا منك يا حبيبتي. ربنا يعزك يا حبيبه قلبي ويبارك لي فيكي يا رب. كلك ذوق والله. ميرسي لذوقك يا حاجه فاطمه، نورتيني. هنحمر الكفته ونديها لون حلو، وهدي عليها النار شويه. انا عايزاها تدخل في السوى، مش عايزاها تبقى يا دوبك بس متحمره، لا عايزاها تستوي تمام، علشان لما ننزلها في الصوص الصوص هيبقى فيه كريمه، مش عايزينها تغلي فيه كتير تمام. يبقى هنحمر الكفته بتاعتنا تحميره كويسه على نار متوسطه علشان تدخل في السوى، وتكون خلاص فاضل لها حاجه بسيطه جدا وتكمل تسويتها. يبقى في البداية احنا عجننا اللحمة الفراخ المفرومة ببصلاية مفرومة بفصين توم مفرومين، حطينا 3 معالق من الباربيكيو صوص، وزي ما قلنا تقدري تستخدمي هوت صوص او كاتشب اللي يريحك واللي متوفر عندك. حطينا ملح وفلفل، بهارات 7، عجننا كويس جدا، وما ننساش 3 معالق بقسماط علشان يلموا الكفته مع بعضها. عجناها كويس قوي وكورناها، وحطينا في طاسه شويه زيت صغيرين، وهنبتدي نحمرها ونديها لون، وكمان نستنى عليها على نار متوسطه علشان تستوي، علشان ما تاخدش مننا بعد كده وقت تاني في التسويه. الو الو، اهلا وسهلا. ازيك يا بسمه، عامله ايه، اخبارك؟ ازيك يا شيف فاطمه؟ الله يكرمك يا حبيبتي، الحمد لله تمام، الحمد لله يا حبيبتي. كنت عايزه اسال حضرتك عن كفته الرز، دايما بتفك مني، والفراخ المشويه. والفراخ المشويه مالها؟ عايزه التتبيله يعني؟ لا بتطلع ناشفه شويه، يعني عايزاها طريه. تمام، حاضر هقول لك. ماشي يا روحي. ماشي، متشكره قوي. نورتيني يا بسمه، نورتيني يا حبيبه قلبي. كده الكفته بصوا احمرت، عايزه اقول لكم بجد ريحتها حلوه قوي. احمرت واخدت لون حلو وتكاد تكون قربت تستوي. عندنا دقيق هننزل بيه مكان ما عملنا الكفته، طبعا طعم الفراخ كله نازل في الطاسه، فهننزل الدقيق، هنشوح الدقيق بتاعنا علشان بس ما يبقاش طعمه ني، زي ما اتفقنا في نفس المكان اللي احنا عملنا فيه الفراخ. وبعد ما نشوحه عندنا الشوربه، كوبايتين من الشوربه، ونجيب مضرب وننزل الشوربه كده ونقلب على طول علشان ما يكلكعش معانا الدقيق ويعمل تكتلات. شويه بشويه هستنى لما افك الدقيق كده. تمام جدا، فك الدقيق كويس في شوية شوربة مش كتير، وبعدين ضيفي بقية الشوربة عشان تقدري تتحكمي انك تعرفي تفكيه. شايفين خلاص ما عادش فيه اي تكتلات، هننزل بقية الشوربة. وهنتبل بقى الصوص بتاعنا ده. انا ما حطيتش زبدة، المفروض كنت حطيت معلقه زبده، بس انا ما حطيتش لان الزيت كان بزياده، فمش عايزاها تبقى دسمه اوفر. فانت ممكن لو الزيت لقيتيه قليل بتحطي زبده وتعملي فيها الصوص. تمام، هنحط معلقه كبيره من البابريكا وشويه فلفل وملح، ونلاحظ ان احنا حاطين شوربه فمش هنحتاج ملح كتير. هعلي النار بقى علشان تغلي بسرعة، وهننزل فيها الكفتة اللي احنا حمرناها، هخليها تاخد غلوتين في الصوص ده قبل ما اضيف الكريمة، لان لما بنضيف الكريمة ما ينفعش ان احنا
نسيب الكريمه تغلي كتير في النار، مجرد ما نحط الكريمه لازم نطفي بعد اول غلوه على طول ونقدم. تمام، يبقى كده الكفته بتاعتنا هتقعد 5 دقايق تغلي في الصوص ده، وعلى بال ما تغلي وتستوي تكمل سواها هنطلع فاصل صغير ونرجع على طول نكمل الكفته ونقدمها ونشوف هنعمل ايه تاني. اهو معانا. تمام، يلا هرجع لكم على طول، اوعوا تروحوا في اي حته، مستنياكم. ورجعنا لكم تاني، وكده يا دوب على الكفته بتاعتنا استوت في الصوص، شكلها حلو جدا. خلاص كده خدنا اللي احنا عايزينه، هنبتدي نحط الكريمه وتغلي بس هي غلوه، وبعدين نطفي النار ونقدم براحتنا. خلاص كده طالما ضفنا الكريمه ما ينفعش نسيب الكفته اكتر من كده على النار، لونها جميل جدا وريحتها وطعمها بجد بتبقى تحفه قوي. تغلي بس ونطفي على طول. تمام، وادي الكفته بتاعتنا هنغرفها. يلا بسم الله، شايفين الصوص؟ لو عامله بقى شويه مكرونه مسلوقه جنبيها هتبقى تحفه تحفه تحفه. نزل كل الصوص. هنزينها بقى بشويه بقدونس مفروم، بيدي برضو طعم حلو قوي. وكده كفايه جدا.